السلام عليكم، نرحب فيكم اليوم مع لعبة جديدة من تصميم كل من جوناثان جيلمور وبراين لويس ومن إنتاج شركة بانداسورس جيم. اللعبة مثل ما أنتم شايفين هي ديناصور آيلاند، وأحداث اللعبة أن العلماء اكتشفوا طريقة لاستنساخ الديناصورات من بقايا المتواجدة في المتاحف، وهذا فتح المجال أمام أصحاب الحدائق الترفيهية لإدخال هذه الديناصورات ضمن المرافق الترفيهية اللي عندهم. كل لاعب عندنا راح يقوم بدور مدير لحديقة، يحاول انه يطور في حديقته بحيث يجذب اكبر عدد من الزوار، ولكن بنفس الوقت لازم يحاول انشاء وسائل امنية مكثفة ولا ما راح يلاقي من يزور حديقته. والحين راح نبدأ مع عملية السيت اب. مبدئيا احب انوه ان الكومبوننتس والمكونات اللي تجي مع اللعبة احتمال تكون مختلفة عن النسخة الريتيل، كون ان هذه نسخة ديلوكس. اول شيء عندنا الباك، هذه راح نحط فيها الزوار. الزوار راح يكونون بهذا الشكل، مجموعة منهم المجموعة الكبيرة بالاصفر، وفي عدد 10 زوار من اللون اللي هو البنفسجي مثل ما احنا شايفين، راح نحطهم في هذه الباك. بعدين عندنا الديناصورات مختلفة الاشكال، ولكن ما راح يفرق، كلهم يؤدون نفس الغرض. عندنا الكوينز راح تكون على 3 انواع، الواحد، الخمسة، وعندنا العشرة. بعدين عندنا الزيادات راح تكون على 3 انواع، عندنا اللي قيمتها 2، اللي قيمتها 3، واللي قيمتها 4. بعدين عندنا البورد هذه الرئيسية، تنقسم إلى 3 أقسام، وراح نحطها حاليا في منطقة اللعب بحيث أنها تكون متوسطة المساحة لكل اللاعبين تقريبا بهذا الشكل. بعدين بشكل عشوائي راح نختار عدد 2 دايس لكل لاعب زائد 1. راح نسوي سيت اب لعدد شخصين، فنقول بشكل عشوائي راح ناخذ 4 زائد 1 ونخليهم عندنا في منطقة اللعب. الخطوة التالية عندنا راح نقوم بتعبئة الماركت ونبدأ باللاب ابجريدز. اول شيء راح نشيل كل التايلز اللي عليهم بلاس 3 وبلاس 4، كون ان احنا قاعدين نسوي سيت اب لعدد لاعبين، نخلطهم بشكل كافي ونحطهم بالمنطقة المخصصة لها. بعدين عندنا نوعين ثاني من اللاب ابجريد اللي هما بهذا الشكل، وهذيلي راح ينحطون باماكنهم بدون خلط كونهم كلهم متشابهين. بعدها راح ناخذ الاتراكشن هذه، ونفس الشيء راح نشيل كل الاتراكشن اللي عليها بلس 3 او بلس 4، ان شاء الله برا اللعبة. راح نخلط التايلز الباقية بشكل مناسب وراح نحطها في المنطقة المخصصة لها. اخر شيء عندنا السبيشاليست، نقوم نخلطهم بشكل مناسب ونحطهم في المنطقة المخصصة لهم. بعد ما وزعنا التايلز والكاردز في الماركت بهذا الشكل، راح نقوم بتعبئة الماركت. عندنا 4 صفوف، راح نبدأ باللاب ابجريد ناخذ منهم 4، وبشكل عشوائي راح نحطهم بهذا الشكل. بعدها راح ناخذ 4 اتراكشنز ونوزعهم بهذا الشكل، ولكن مجرد في عملية السيت اب راح نغير على التوزيعة مالت اللي هي الاتراكشنز، راح نرتبهم حسب ارخص واحد الى اغلى واحد بهذا الشكل، فراح نكون وزعناهم 5 9 9 11. اخر شيء راح ناخذ 4 من السبيشاليست وبنفس الطريقة بشكل عشوائي راح نوزعهم بهذا الشكل. ويكون انتهينا من عملية ترتيب الماركت.
الخطوة التالية نوزع الرسبيز هذه. عندنا ثلاث أنواع: الهربيفور، وعندنا السمول كارنيفور، وعندنا اللارج كارنيفور. راح نحطهم في الأماكن المخصصة لهم بهذا الشكل. الحين بشكل عشوائي راح نقوم باختيار الأوبجكتيفز مالت اللعبة، وبناء على طول اللعب المرغوب فيه راح يقوم اللاعبين باختيار عدد من الأوبجكتيفز من الشورت جيم لو كانوا يبونها لعبة قصيرة، أو الميديوم جيم، أو اللونج جيم. راح ناخذ من الميديوم جيم، وبناء على عدد اللاعبين راح ناخذ كرت لكل لاعب زائد واحد، فراح ناخذ عدد 3 كروت بشكل عشوائي من الميديوم جيم ونحطهم عندنا بمنطقة اللعب هذا الشكل، وراح نشرح الأهداف منها لاحقا. بعد الأوبجكتيفز راح نقوم ونسحب كرتين بشكل عشوائي من البلوت تويست ونحطهم بمنطقة اللعب عندنا بهذا الشكل، والهدف من هذه الكروت انها تضيف او تغير في قوانين اللعبه كل مره نلعب اللعبه. الحين راح نرتب منطقه اللعب لكل لاعب. كل لاعب راح ياخذ له 2 بورد بهذا الشكل، راح ياخذ الكومبوننتس اللي خاصه فيه ويقوم ترتيبها على البورد بالشكل التالي. وهني عندنا جهزنا منطقه اللعب بالنسبه للاعب الازرق. نبدا بمنطقه التراكس الخاصه بالجينات. عندنا نوعين من الجينات، في جينات بيسك اللي هي الأساسية، وفي جينات أدفانسد اللي هي المطورة. بالنسبة للجينات البيسك حطينا 3 كيوبات على الخانة رقم 1 من كل جينة، وبالنسبة للجينات المطورة حطينا 3 كيوبات على الخانة اللي هي 0. بعدين عندنا الكيوبات هذه اللي هي السوداء حطيناها على هذه الخانة، راح نشوف ان تحتها الخانة مظللة، وهذول يعتبرون كحد يمنع الجينات ان تتعداهم، وراح نشوف طريقة تطويرهم لاحقا. بعدين حطينا كيوب على الثريت ليفل، وكيوب على السكيورتي ليفل، وكيوب حطيناه بالاكسايتمنت، وكيوب على رقم 10 من الفيكتوري بوينتس. بالنسبة للاكسايتمنت حطيناه الكيوب على رقم 1 لان كل لاعب يبدا بديناصور واحد في حديقته، وراح يكون هني يبين لنا القسم الخاص بهذا الديناصور راح يعطيه 1 اكسايتمنت لكل ديناصور عنده موجود في هذا القسم. علشان هذا الشيء حطينا الكيوب في هذا المكان. بعدين بالنسبة للوركرز اعطينا 4 وركرز في المنطقة هذه يقدر يستخدمهم يستفيد منهم، و4 على جنب اللوح الخاص فيه راح يقدر يوظفهم لاحقا، والاخير على منطقة التيرن اوردر عساس نحدد منه اللاعب الاول لاحقا بينه هو والاخضر. وبعدها اعطيناه 3 ساينتست، كل لاعب راح يكون له 3 ساينتست بارقام مختلفه 1 2 3، هذا يمثل القوه مالت كل ساينتست من هذيلي، راح نشوف طريقه اللعب فيهم لاحقا. واعطيناه توكنز الخاصه بالشركه مالته، واخر شيء عندنا هذه التوكنز راح نستخدمهم اذا تعدينا اي تراك من هذه التراكس اللي موجود عندي، تعدينا فيهم العشرة راح اراويكم طريقه استخدامها لاحقا. بشكل عشوائي حددنا ان اللاعب الازرق راح يكون الاول واللاعب الاخضر راح يكون الثاني. نعطي التوكن هذا عشان تبين ان اللاعب الازرق هو اللاعب الاول. اخر شيء عندنا راح نوزع على كل لاعب عدد من الكوينز. اللاعب الاول راح يبدا ب 15، واللاعب الثاني راح ياخذ منه 1 كوين زياده 16، واذا كان عندنا اكثر لاعبين اكثر راح ياخذون كل لاعب بعده راح ياخذ 1 كوين زياده. اخر شيء عندنا نشيك على البلوت تويست، بعضهم راح يحتاج تعديلات اضافيه على السيت اب. مثلا هذا يقول هني ديورنج جيم سيت اب، يعني واحنا قاعد نسوي السيت اب حق اللعبه نحدد اللاعب الاول، واذا حددناه وعطيناه هذا التوكن يظل عنده لنهايه اللعبه وما راح يتغير. فمعناته الحين اللاعب الازرق هو راح يظل اللاعب الاول على طول، ما راح يتغير التوكن او الفيرست بلاير الى اللاعب الثاني. هذه بالنسبه لهذا يقول لك مثلا بلوت تويست هذا راح يشتغل عندنا في فيز 2، وراح نشرح بعد شويه الفيزز مالت اللعبه. وبهذا يكون انتهينا من السيت اب مال اللعبه، وراح نبدا الحين بكيفيه اللعب.
اللعبة تلعب على عدة راوند، وراح نظل نلعب لحد الراوند اللي يظل فيه واحدة من الأوبجكتيفز ما حد أخذها، أو إن جميع الأوبجكتيفز تكون أخذت في هذا الراوند. نكمل الراوند وبعدها راح نسوي عملية الحساب للنقاط النهائية. الحين في كل راوند راح يكون فيه 5 فيزز: ريسيرش، ماركت، وركر، بارك، اند كلين اب. ونبدأ مع الريسيرش فيز. والحين مع الريسيرش فيز راح يكون على هذا البورد. اول شيء راح نسوي بان نكشف الوصفة الاولى من كل نوعية من هذه الديناصورات اللي هي الريسيبيز اللي موجودة عندنا، وهي مقسمة الى 3 اقسام. بعدين يقوم اللاعب الاول بوضع الدايس بشكل عشوائي في المنطقة هذه، ما يفرق المكان اللي يحطهم فيها، ولكن يوزعهم على المربعات بالشكل التالي. الحين وحسب التيرن اوردر كل لاعب راح يختار واحد من الساينتست اللي عنده ويحطه على واحدة من الاماكن الموجودة عنده في الريسيرش فيز هذا. زين، شنو هو الهدف من هذا الرقم اللي هي قوة الساينتست هذا ماله؟ راح يختار مثلا، نبدأ بالدايس هذه. الدايس هذه عامة تعطينا جينات، نضيفهم الى الجينات اللي موجودة عندنا هنا على التراك. لو قلنا هذا اللاعب اختار انه يحط الساينتست في هذا المكان، راح يشوف عدد الجينات اللي يعطيه هذا الدايس يضربهم بقوة الساينتست، فاثنين ضرب اثنين راح يعطيه 4 من هذا النوع. راح نجي على البورد راح نشوف انه هو على 1، فلو ياخذ ما راح يبي ياخذ 4، فراح يقول 1 2 وراح يوقف عند هذا الحد، ما راح يقدر ياخذ 2 الثانيين، فهو بهذه الحركة ضيع قوة هذا الساينتست على هذا الدايس. ما كان المفروض اخذ على هذا الدايس الا لما طور هذا البلوك بعدد معين على اساس انه يستفيد من قوة الساينتست هذا. الحين لو قلنا راح اللعب الى اللاعب الاخضر وقرر انه يحط هذا الساينتست في هذا المكان، هذا يعطيه 1 ادفانسد جين، راح يضربها بواحد راح يعطيه 1، فراح ياخذ اللاعب الاخضر 1 واللي هو ادفانس جين هذا، ويرجع الدور للاعب الازرق. اللاعب الازرق يبي ياخذ واحدة من الريسبي هذه اللي موجودة، وقرر ياخذها برقم 1. رقم 1 هذا ما يعطيه الا هذه الريسبي، الوصفة هذه. لو انه يبي ياخذ من الريسبي اللي موجودة على رقم 2 او رقم 3 لازم يحط ساينتست بنفس القوة او اكبر. فإذا حطيت 2 أو 3 هني أقدر أخذ هذا. بالنسبة لهذا الديناصور أقدر بس أخذه بساينتس بقوة 3، فحاليا بالساينتس رقم 1 ما أقدر أخذ إلا هذا الديناصور، فأخذه وبعدين أقرر وين أحطه عندي في الحديقة. في عدة قوانين: أول شيء ما أقدر أحطه بهذا الشكل، لازم ينحط بهذا الشكل. الشيء الثاني ما أقدر أغطي شيء عندي موجود بالسابق، ممكن احطها بهذا الشكل. يرجع الدور للاعب الثاني اللي هو الاخضر، وقرر يستخدم الثلاثة هذه علشان ياخذ الرسبي هذه فيشيلها ويحطها عنده بالحديقة. طبعا هذيلي ما ينكشفون الا في نهاية الفيز الخامس اللي هو الكلين اب، وراح نراويكم شلون طريقة الكلين اب. يرجع الدور للاعب الازرق. اللاعب الازرق عنده اخر ساينتست، وبالساينتست هذا القوة 3 قرر انه يستخدم الانكريز كولد ستورج هذا، يحطه اي مكان ما يفرق. هذه تعطيه القدرة انه يطور الحدود هذه اللي موجودة عنده، فيقدر يا يطور 3 منهم خطوة واحدة، او يطور واحدة منهم 3 خطوات، او يوزعها مثل ما يبي، يقول 2 هني 1 هني، شيء راجع له. هذه الطريقة اللي اقدر ازيد فيها الحدود هذه. طبعا اعلى حد اقدر اوصل فيه 10، فمعناته حتى لو وصلت الى الحد الكامل انا اقصى حد للجينات اقدر اخذ 9 من كل نوع. اخر اكشن عندنا على هذا البورد اللي هو الباس، راح يقوم اللاعب الاخضر باستخدامه. الساينتست اللي ينحط هني ما راح يظل، راح ينشال على طول وينضاف الى الوركرز اللي موجودين على البورد مال اللاعب، وراح نشوف بعدين طريقة استخدامه. راح يتم استخدامه كواحد من الوركرز الثانيين، وبغض النظر عن قوته
راح يعتبر مجرد وركر يستخدمه في الفيز الثالث. بعد الانتهاء من الريسيرش فيز راح نروح للماركت فيز اللي هو فيز 2، وراح نمشي حسب الدور، وراح يقوم كل لاعب بأخذ اكشن واحد في كل دور لحد ما ياخذ كل لاعب اكشنين في الماركت فيز. بس قبل ما نبدأ بالماركت فيز نبي نشيك على هذا البلوت تويست، لانه يقول في الفيز 2 انزين بالدور ممكن اللاعب يخسر نقطتين من النقاط الفيكتوري بوينت مالته علشان ياخذ اكشن اضافي. احنا قلنا كل لاعب راح ياخذ اكشنين بالدور، فهذا ممكن يعطي اكشنات اضافيه في الماركت فيز، فهذا الغرض من هذا البلوت تويست. راح يقوم اللاعب الازرق كون اللاعب الاول باختيار واحده من الاكشنات اللي موجوده عنده بانه ياخذ واحده من التايلز المكشوفين، او يوظف واحد من اللي هم السبيشالست، او في اكشنات اضافيه هني راح نشرح لكم اياها بعد شوي. ونبدا باللاب ابجريد. علشان ياخذ اي واحده من اللاب ابجريد راح يطالع يسارهم يشوف السعر اللي موجود على يسار كل تايل. فمثلا عشان ياخذ اللاب اكوبمنت هذا لازم يدفع $4، راح ياخذه ويحطه عنده في البورد. شلون طريقة انه يحط هذا التايل؟ يقدر يحط التايل على اي واحدة من هذه الاماكن اللي فاضية بهذا الشكل، او يقدر يغطي واحدة من التايلز اللي موجودين عنده بالسابق. حتى لو حطها بهذا الشكل ما يمنع، وغطى هذه بعدين هم لاحقا ممكن لو حصل على واحدة اضافية من اللاب ابجريدز ممكن فيها يغطي اي واحدة ثانية ما لها حاجة فيهم. فطبعا راح يدفع $4 وياخذ هذه يحطها عنده، وراح نشرح لكم طريقة استخدامها لاحقا. يرجع الدور للاعب الاخضر، واللاعب الاخضر قرر ياخذ هذا الاتراكشن. هذا الاتراكشن سعره 9 زائد سعر الصف اللي هو فيه، فهذا الصف سعره 3 زائد 9 هذا 12، لازم يدفع 12 ياخذها ويحطها عنده في البارك مالته. طبعا ممكن يحطها مثل ما قلنا بهذا الشكل. يرجع الدور للاعب الازرق، وهذا الاكشن الثاني ماله اللي يقدر ياخذه. راح ياخذ هذا السبيشالست، هذا السبيشالست في الصف الثالث، فراح يدفع عليه 3 كوينز وراح يحطه بهذا الشكل. عندنا كل لاعب يقدر يحط اب تو 3 سبيشالست. زين شنو فائده السبيشالست؟ اول شيء في بعضهم يعطونكم وركر اضافي، في هذا الحال راح اخذ وركر من اللي برا واضيفهم على الوركر عندي في هذه المنطقه. بعدين راح تكون عنده ميزه اضافيه راح استفيد منها لاحقا في اللعب. اذا في دوره حط اكثر من 3 وجاء حط سبيشالست غير هذا، يعني شال هذا السبيشالست، راح يشيله يسوي له ديسكارد ويشيل الوركر اللي ضافه معاه ويطلعه برا. يرجع الدور اللاعب الاخضر، واللاعب الاخضر قرر انه يستفيد من الاكشنات اللي موجوده على اساس انه ياخذ دي ان ايز. هذا يقول له ادفع 2 واخذ اي بيسك دي ان ايز، الدي ان ايز الاساسيه، او انه يدفع 3 وياخذ اي 3 دي ان اي بيسك طبعا، او يدفع 4 وياخذ 1 ادفانس، او يدفع 5 وياخذ اي 2 ادفانس دي ان اي. راح نجي للبورد، وهو قرر انه ياخذ 3 دي ان اي مختلفه او متشابهه، شيء راجع له، فدفع 3 الحين كلهم من الدي ان اي الاساسيه اللي هي البيسك، فقرر مثلا ياخذ، نقول انه قرر ياخذ 1 2 3 بهذا الشكل. بعد ما اخذ هذا الاكشن يشوف له واحده من التايلز او الايتمز اللي موجودين على هذا الرو ويقطها برا اللعب. الاكشن الاخير اللي ممكن اي لاعب ممكن ياخذه اذا ما يبي ياخذ من التايلز اللي موجوده او ما يبي يسوي الاكشن، ممكن ياخذ واحد من التايلز هذه اللي موجوده، وهذه مثل عمليه ابجريد للتايلز موجوده عنده على البورد ماله. فمثلا لو قرر الاخضر انه ياخذ هذه راح يدفع 3، واذا قرر ياخذ هذه راح يدفع 5. نقول انه قرر ياخذ بثلاثة اللي هي الدي ان اي ريفاينمنت، راح يجي على البورد مالته ويشوف، راح يلاقي الدي ان اي ريفاينمنت بارت 1 وهذه بارت 2، راح يحطها فوقها فصارت مطوره.
لو اخذ الثانيه بخمسه اللي هي دينو ريسيرش راح يحطها في هذا المكان وراح تكون مطوره عن اللي موجوده عنده في البورد الخاص به. اخر شغله ممكن يسويها الواحد لو ما قدر يشتري او ما يبي يشتري انه يطوف دوره وياخذ 2 دولار. بعد الماركت فيز عندنا الوركر فيز وراح يكون على هذا البورد، البورد الرئيسي مالنا اللي هو فيز 3. راح في هذا الدور راح نستفيد من الوركرز هذيلي بان نرسلهم الى واحده من المواقع اللي موجوده عندنا وناخذ الفائده اللي عليهم. مثلا لو قررت اني ارسل الوركر هذا الى هذا المكان، هذا المكان يقول لي اقدر ابدل اي 2 دي ان اي بهذا الشكل علشان اخذ 1 ادفانس دي ان اي بهذا الشكل. نفس الشيء ابدل 2 بيسك دي ان اي واخذ هذا، او ابدل 2 بيسك دي ان اي هذيلي واخذ فيهم هذا. طبعا اقدر اسويه مره واحده، واللي يبين لي هذا الشيء انه في مربع وعليه وركر واحد. الشغله الثانيه اللي اقدر اسويها على البورد مالي اني ارسل واحد من الوركرز مالوتي على هذا المكان. هذا المكان فيه مربعين، فاقدر المربع الاول احط عليه واحد واسوي الاكشن اللي موجود اللي هو كرييت ديناصور. اذا بسوي مره ثانيه لازم احط وركرين علشان اقدر استخدم الاكشن هذا مره ثانيه. شنو هو اكشن كرييت الديناصور؟ راح اجي على البارك مالتي واشوف الديناصورات اللي انا عندي الدي ان اي مالهم اللي اقدر اسويهم فيهم. فمثلا هذا الديناصور على اساس تو كرييت انذر وان احتاج انه يكون عندي 2 بيسك دي ان اي من الدي ان ايز الرئيسيه، اي 2. فممكن انا حاليا عندي 3 من هذا، اقدر اصرف 2 منه واسوي ديناصور من نفس هذا النوع، ولكن حاليا هذا الجزء من الحديقة ما ياخذ الا ديناصور واحد، فاحتاج اني اطوره وراح اروكم شلون عملية التطوير على اساس اقدر اضيف ديناصور ثاني. حاليا هذا الاكشن ما يفيدني فما راح اسويه. الشغلة الثالثة اللي موجودة عندي ممكن استفيد منها موجودة في البورد مالي اللي هي التول بنش. راح اقدر ادز اي عدد من العمال واسوي الاكشن قد ما ابي، كل عامل ادزه راح اسوي الاكشن هذا. فمثلا دزيت هني يقول لي ابجريد بادوك، فهذا شنو ميستم ابجريد بادوك؟ البادوك اللي هو حجم الحديقه او الجزئيه هذه. هذه حاليا الجزئيه تشيل ديناصور واحد، فعشان اطوره احط الليفل اللي بعده. الليفل اللي بعده هذا اللي هو يشيل لي ديناصورين، فراح احطه وادفع فلوسه 2 دولار، اخذ 2 دولار وادفعها للبنك. بالتالي الحين اقدر اذا سويت كريت ديناصور اقدر احط ديناصور ثاني في هذا المكان. الاكشن الثالث اللي اقدر اسويه عندي اللي هو الفينشر كابيتال. هذا في هذا المكان عندي 3 اماكن، اي مكان احط وركر راح اخذ على طول الفلوس اللي موجوده تحته. طبعا ما عندي مشكله اني ابدا من هذا بعدين اروح لهذا، ولكن المنطق يقول اني اخذ اعلى مبلغ، واذا حطيت هنا راح اخذ 3 فلوس من البنك. الاماكن الثانيه عادي يعتمد على التايب اوف تايل اللي انا حطيته. فمثلا انا اشتريت هذا، هذا يقول لي احط عليه وركر واحد واقدر اسوي جين اني 2 بيسك دي ان اي، اخذ اي بيسك دي ان اي، اي 2 بيسك دي ان اي، فممكن اخذ هذا وهذا، وممكن اسوي الاكشن هذا مره ثانيه واخذ 2 بيسك دي ان اي، ازيد هذا او ازيد هذا مرتين. في شغله موجوده على هذا التول بنش انا ما ذكرت لكم اياها بعد، اللي هي يعني غير اني ازيد الحجم مال الحديقه مالتي ممكن ازيد السكيورتي باي 1. هذا السكيورتي وليش احتاج ازيده؟ السكيورتي اللي هو النظام الامني اللي يحمي الزوار عندي من خطر الديناصورات. راح نشوف بعدين شلون الديناصورات ممكن تسبب خطر على الناس. حاليا علشان ازيده ليفل 1 راح اشوف المربع اللي فيه، هو حاليا ما زال على المربع 1، فراح ادفع كم واحد؟ راح ادفع 1 دولار على اساس ازيده. لو اني لاحقا قررت ازيده مره ثانيه راح اجيبه على هذا المربع، المربع هذا يحتاج مني ادفع 2، المربع هذا يحتاج مني ادفع 3، وهذا 4 وهذا 5. اذا سكرت 10 وصلت على 10 راح احط هذا التوكن بهذا الشكل اني وصلت 10 وراح ابدا من جديد ان هذا 11، انا وصلت 11، ابتداء من ال 11 وصاعد كل مره بطور ادفع 5 كوينز.
نقطة أخيرة أبي أتكلم فيها بالنسبة لكريات الديناصور. أنا بديت بالديناصور هذا واحد، فهذا الديناصور هذا أعطاني إكسايتمنت ليفل واحد، هذا اللي أنا بديت فيه. وفي هذه النقطة الدائرة الحمراء، هذه الدائرة الحمراء اللي هو الثريت اللي سببها هذا الديناصور، وهذه نسجلها راح تكون في هذا الشكل. أنا بديت على رقم واحد بسبب أن هذا الديناصور عندي. إذا قدرت أني أحط ديناصور ثاني بإني أدفع الدي إن إيه هذه اللي خاصة فيه وأحطه في مكان مسموح لي أحطه فيه، مثلا هذه الحديقة تاخذ ديناصورين، فأقدر أحط ديناصورين. فالحين هذا راح يزيد لي الإكسايتمنت عندي المثلث هذا إلى 2، ويزيد لي دائرة ثانية خطورة في اللي هو الثريت ليفل. لو في المستقبل قدرت أحط ديناصور ثاني في هذا المكان، هذا ديناصور طبعا ما اقدر احط اكثر من واحد لاني ما ان هذا الجزء مو مطور، فبس ديناصور واحد ياخذ، راح يزيد لي الاكسايتمنت باثنين، فراح تصير 4، وراح يزيد لي الثريت بواحد، فهني راح يصير 3. هذا بالنسبه للثريت، وراح نراويكم بعد شويه شنو هي خطوره الثريت اللي موجوده عندي على البورد هذا. بعد ما انتهينا من الفيز 3 راح نروح للفيز 4 اللي هو البارك فيز اللي هو خاص بالحديقه هذه. وفي هذا الفيز راح يقوم كل لاعب بسحب عدد من الزوار على حسب مستوى الاكسايتمنت ماله. الازرق على 4 فراح يسحب 4 زوار من الحديقه، 1 2 3 4، فسحب 4، وللاسف سحب 2 منهم الهوليجنز. في البدايه راح يحطهم في هذا المكان، وراح ياخذ على كل زائر باللون الاصفر راح ياخذ عليه 1 جولد من البنك، وللاسف ما راح ياخذ على الثاني هذيلي. نفس الشيء راح يقوم اللاعب الاخضر بانه يسحب على عدد الاكسايتمنت مالته، فالاخضر راح يسحب 2 من الحقيبه. بعد ما كل لاعب سحب واخذ الجولد على عدد اللاعبين الصفر او الزوار الصفر عنده، الحين راح يبدا يوزع الزوار هذيلي على الحديقه عنده. للاسف لازم يقوم بتوزيع اللي هم الهوليجنز اول، فراح يشوف هذا الجزء من الحديقة فيها 2، فيقدر ياخذ على عدد ديناصورات ممكن ياخذ شخصين، وهو كيف يوزع ممكن يقول الاثنين هذيلي بحطهم في هذا المكان، ما يقدر يحط اي واحد زيادة لانه قلنا على حسب عدد الديناصورات. بعدين راح يجي للهات هذا يقدر يضيف واحد، وفي هذا الجزء راح يضيف واحد. بعد ما قام كل لاعب بتوزيع الزوار عنده في الحديقة، إذا ظل أي من الزوار على الباب يتركهم ما راح يقدر يستفيد منهم. وبعدها راح نقوم بقياس معدل السكيورتي عند كل واحد في حديقته. أول شيء راح نسوي راح نشوف الدايس المتبقية عندنا هني اللي ما تم أخذها، هذا الدايس مأخوذ وهذا الدايس مأخوذ، فهذيلي ما راح نحسبهم. نشوف الدايس المتبقيين، نشوف الدايس اللي عليه أكبر عدد نقاط راح نشيله. عندي حاليا دايسين متساويين، فما يفرق اخذ اي واحد منهم، راح اخذه واحطه هنا. هذا عدد النقاط راح نضيفهم على السكيورتي ليفل اللي موجود عند كل حديقه. هذه الحديقه السكيورتي ليفل اللي هو الثريت ليفل مالهم 3 + 2 صاروا 5، فمعناته مستوى الخطوره في هذه الحديقه 5. ما راح ازيدها، بس اني احط بالي انها 5. الحين راح اطرح الخمسة هذه من السكيورتي ليفل على 1، فخمسة ناقص 1 4. 4 هذا اللي هو عدد الزوار اللي راح ياكلونهم الديناصورات، بالتالي انا اكلوا كل الزوار اللي عندي، ولكن دائما ابدا بالزوار صفر، فراح اشيل الزوار صفر اول شيء، وكل زائر وبعدها اذا خلصوا الزوار صفر راح ابدا اشيل الهوليجنز، وعلى كل زائر ياكله ديناصور راح اخسر نقطة، فبالتالي راح اكون خسرت 4 نقاط. طبعا الواحد ممكن يتجنب هذه الشغلة اذا زاد السكيورتي عنده. فمثلا في هذه الحال الفرق راح يكون 5 - 3 = 2، بالتالي بس الزوار صفر راح يتم اكلهم وما راح اخسر الا نقطتين عليهم. بعد ما تم حساب معدل الخطورة راح اشوف اذا ظل اي من الباترنز هذيلي عندي بالحديقه، نقول ان هذيلي ان انا ما اكلهم وانا قدرت اتعامل وياهم.
الهوليجنز هذولي ما منهم فايدة، ما راح يعطوني شيء، ولكن على كل واحد من هذولي الميبلز الصفر راح اخذ على حسب المكان الموجود عليه. هذا موجود يقول لي اخذ عليه نقطة، وهذا نقطة، فراح يعطيني نقطتين، واحد اثنين. فهذا يراويك بعدين كل ما ازيد عدد الحدائق عندي وازيد عدد الزوار، الصفر هذا راح يفيدني بانه راح يعطيني عدد نقاط اكبر اخذها على هذا البورد. بعض التايلز الاتراكشنز نفس هذه اللي هي الفود اتراكشن راح اشوف عليها خيار، هنا يقول لي يا اني اخذ اذا كان عليها فيزيتر، يا اني اخذ نقطه واخذ 2 دولار. فاذا كان موجود في حال حساب النقاط هذا موجود على هني، انا اقدر اختار اني اخذ نقطه واخذ بدال النقطه 2 دولار. بعد عمليه حساب السكور في الفيز الرابع راح ننتقل الى الفيز الخامس، ونبدا اول شيء بعمليه تحديد اللاعب الاول. راح نشوف الفيكتوري بوينت سكور ونشوف اقل لاعب، عندنا الاخضر اقل فراح يكون قبل الازرق. في حال كان بينهم تعادل راح نخلي أولوية اللاعبين حسب ما هي موجودة على البورد بدون أي تغيير. الخطوة الثانية راح نقوم بعملية ريفرش للماركت، وأول شيء نسوي نشيل كل التايلز والكارد اللي موجودين في الصف الأول، ونرفع التايلز اللي موجودين تحت بهذا الشكل، وبعدين نقوم بتعبئة الماركت نفس ما سوينا في عملية الستب بشكل عشوائي. راح نوزع التايلز، وبالنسبة للأتراكشن راح نحطهم بدون تغيير لترتيبهم، هذاك فقط تتم في عملية الستب بهذا الشكل. بعدها راح نقوم بالكشف عن وصفات جديدة للديناصورات بهذا الشكل، وأي وصفة مكشوفة بالسابق نفس هذه راح نتركها نفس ما هي. بعدين راح ناخذ الساينتست ونرجعهم للاعب التابعين له، ونقوم بإرجاع الوركرز إلى المنطقة في أعلى البورد الخاصة بكل لاعب. الخطوة اللي بعدها راح نرجع كل الزوار اللي موجودين في الحديقة أو على بوابة الحديقة إلى الباك، ناخذهم سواء الصفر أو الهوليغنز البنفسجيين، ونرجعهم إلى الباك. والحين نشيك على البلوت تويست، اذا في احد منهم يشتغل في نهايه الدور راح نقوم تفعيله، ولكن البلوت تويست اللي موجودين عندنا واحد منهم تم في عمليه سيت اب، واحد يتم في الفيس 2. مثال على البلوتس اللي تتم في نهايه الدوره هذا يقول each player gains one advanced DNA at the end of each round، فكل لاعب في نهايه كل راوند راح ياخذ واحد advanced DNA باختياره. في نهايه الدور اللي نكمل فيه كل الاوبجكتيفز ما عدا واحد او نكملهم كلهم راح ينتهي الدور نسوي عمليه السكور، ولكن قبل ما نقوم بعمليه السكور نبي ناخذ مثال على شلون تطبيق هذه الاوبجكتيفز، وناخذ مثال على اول اوبجكتيف اللي هو طالب منا ان نكمل ثلاث ديناصورات مختلفه غير الديناصور الاساسي اللي بدينا فيه. وهذا مثال على الاوبجكتيف الاول، باستثناء الديناصور الاول اللي ابتدينا فيه، هذا اللاعب اكمل في هذه الدوره ثلاث ديناصورات بأنواع مختلفة. مجرد ما يكمل هذا اللاعب هذه الديناصورات راح يحط التوكن ماله انه انتهى من هذا الاوبجكتيف. في نفس الدورة اذا اي لاعب ثاني قدر يتمم هذا الاوبجكتيف راح يحط التوكن ماله، ولكن اذا انتهى الفيز وما في الا لاعب واحد قام بالاوبجكتيف هذا ما حد يقدر يحط التوكن ماله عليه. الاوبجكتيف الثاني يقول لنا buy for lab upgrades، فلازم واحد من اللاعبين يقوم بانه يشتري 4 lab upgrades. وهذا مثال على الاوبجكتيف الثاني، راح نشوف هذا اللاعب قام بانه اشترى 4 lab upgrades، واحد من الاساسيين وثلاثة من الانواع الثانية. مجرد ما يكمل اللاب ابجريد على طول يحط التوكن ماله. والمثال الاخير يقول له fill all but 4 zones in your labs، وهذا مثال على الاوبجكتيف الاخير، هذا اللاعب قام تعبئة الحديقة تقريبا كلها ما عدا واحد اثنين مكانين، مجرد ما تتم هذه الشغلة راح يحط التوكن مالته عليها ويكون حقق الاوبجكتيف. مثل ما قلنا في الدورة اللي ما يبقى فيها الا اوبجكتيف واحد ما تم الانتهاء منه، او انه ما يكون باقي ولا اوبجكتيف، راح نكمل الدورة
وعقبها راح نقوم بعملية حساب السكور. أول شيء راح نقوم فيه عملية حساب السكور من البارك مالتنا، راح نشوف كل جزء من الحديقة عدد الديناصورات اللي فيه، نضربها في عدد الفيكتوري بوينت، راح يعطينا الفيكتوري بوينت اللي من هذا الجزء. فهذا 3 في 1 ثلاث نقاط من هذا الجزء، وفي عندنا هذا 2 في 2 هذا 4. أي جزء من الحديقة ما تم وضع ديناصور عليه راح نخسر عدد 10 نقاط عليه. هذا اللي هو 1 ضرب 7 راح ناخذ 7 نقاط على هذا، وبالنسبة لهذا هم 7 ثانية. بعدين راح نجمع الفيكتوري بوينت إذا موجودة على الاتراكشنز، نفس هذه 3 من هذا و4 من هذا، نجمعهم كلهم يعطينا السكور مال البارك مالنا. بعدين كل لاعب راح يقوم بجمع النقاط مالت الحديقة مع الاوبجكتيفز اللي قام بتحقيقها. فاللاعب الأخضر راح ياخذ 14 نقطة واللاعب الأزرق راح ياخذ 7 نقاط. آخر شيء كل لاعب يحسب الكوينز اللي عنده، وراح ياخذ على كل 5 كوينز نقطة. فاللاعب الأزرق راح ياخذ نقطة واحدة، اللاعب الأخضر راح ياخذ 3 نقاط لأن عنده 17 نقطة. وبهذا يكون اللاعب الفائز هو اللاعب الحاصل على أكبر عدد نقاط، ويكون انتهينا من شرح اللعبة. وأتمنى أن الشرح حاز على إعجابكم، وأتمنى لكم لعبة سعيدة.